السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم يا مراحب. تروا ما بين صلاة الفجر حتى الشروق من أروع الأوقات للتمرين. ليه؟ في مادة اسمها أوذري أوزون. الأوزون هذا موجود في طبقات الجو العليا، تنزل مع الفجر، سبحان الله العظيم، تنزل طبقات الجو الدنيا. إذا استنشقها الإنسان وكان يتمرن والرئتين امتلت، لأن يبغى 7 ثواني، لا يقل عن 7 ثواني، تعد 70 تشفط، ثم تتركها داخل 7، ثم تطلعها في 7، يعني 21 ثانية، لمدة 7 مرات. هذا الأوزون إذا دخل يعد الحالة النفسية، سبحان الله العظيم، يعد يقاوم بعض الأمراض، يدخل في تنشيط الجسم، يعطي سعادة من الأشياء اللي ما تتخيلونها. فلا تفوت من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس إنك تتمرن وتكون عضلات. كلما كنت إنسان لديه عضلات تنمو، أنت إنسان عقلك الباطن يقول باقي شاب صغير، باقي صغير، ارفعوا المناعة، حاربوا الأمراض، أعطوا طاقة، هرمونات النمو تزيد، تنمو أكثر وأكثر، وهكذا الله يسعدكم. يعني معنا في المدينة هذه اللي صخرية كذا وكلها خرسانية وهذا، لكن الواحد يحاول يجد له متنفس، زاوية، مزرعة، حديقة، شارع عام يركض فيه. ولازم يقول لكم الهرولة أهم شيء. صباحكم سعيد.